السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوتي الأعزاز، جينا لكم للحانوت اللي موالفين ننجو ليه. أنا نجي لي خطرة في الشهر خوتي الأعزاز، دائما نجي ونكمباري لي بري، نشوف نحب نقرعج، نحب نشوف واش كاين جديد واش ما كانش جديد. خاوتي الاعزاء، على كل حال راهم جايبين الماتريال الجديد، ما فيهش السومه. مثلا كيما هادو الزوج، كيما هادو اللي راهم هنا تقريبا كاع ما فيهمش السومه. كاين هذا الوحش راكم تشوفوا فيه قدامكم خاوتي الاعزاء، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خاوتي الاعزاء اودي سبور، هذه يا مرحوم سلامه اودي ار اس 5 سبورت باك، قال لك 450 بي اس. و صبر تشوف هذو ماهمش كاتبين فيها كاع لي دوني تاعها، بصح 2020 باينه جديده وباينه ايسونس. المهم دير 104000 زوج ملاير، دير زوج ملاير و80 مليون. الله يبارك على الشميسه، ماني نشوف والو والله، غير ماني نشوف والو. شكون راني نصور بالتليفون اليوم؟ شكون قراجو ليها لداخل؟ سمبل همبل فولون فيتاس ودور. الله يبارك ما شاء الله وحش. المهم خاوتي الاعزاز، قلت لكم جابوا بزاف طونوبيلات الله يبارك. شوفوا الناس اليوم، اليوم الحد الناس كاع بالفيلوات. شوفوا لي جان كاع بالفيلوات، هاو ديك الشيخ مع عجوزه تاعو كاع بالفيلوات خاوتي، يخرجوا اليوم ان شاء الله ثاني بلادنا تتسقم وتولي هكذا. الله يبارك، شوفوا ديك الكولر خاوتي، هذيك ال اس كيو 3. المهم خاوتي الاعزاز، كما قال المغربي، هذو يديروا زباله ديال الفلوس. تحيه لخاوتنا المغاربه، تحيه لخاوتنا التوانسه، وتحية لخاوت الجزائريين وين ما كانوا، من القطب الشمالي المتجمد للقطب الشمالي الجنوبي المتجمد. صلوا على رسول الله. اليوم البارك راه معمر شوية خاوتي، بصح ولا ما راني نشوف. خاوتي الأعزاز سمحوا لي برك نكوبي نزيد شوية لا لوميير في التليفون ونعاود لكم. صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاز، صلوا على رسول الله. خوتي الاعزاز، ما رانيش حاب اليوم ندير لكم فيديو باش نوري لكم لي بري كاع تاع الطوموبيلات وندور عليهم كاع. دونك كيف خوتي الاعزاز، ندور وين نشوف كاينه لافير، وين كاينه طوموبيل شابه نصورها لكم. هاكا خوتي الاعزاز، هذه برك نبداو بها، برك هذه ماشي افير بصح نبداو بها. دير مليار و200 61790 اورو. هذه توارك تي دي اي ترونيك ايرلاين، البنو خادم قد باب احسن. ها الله يبارك ما شاء الله، صلوا على رسول الله. دوك نلقى لافير نصور لخاوتي، صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخاوتي الاعزاء، صلوا على رسول الله. كيما هذه خاوتي افير، هذه الطوموبيل اللي راك تشوفوا فيها قدامكم جابوها جديده، ما دارينهاش البري خاوتي. كيما هذه مليح الواحد يتكى عليها، مليح الواحد يجي هنايا ويطيح عليها. كيما هذه خاوتي الاعزاز، انا دوكا نشرح لكم، نشرح لكم شرح مفصل. هذه تاع كاش الماني، هذا الالماني عنده 3 سنين ملي شراها ولا اكرهها حب يبدل، جا حطها هنايا ويدي طوموبيل واحده اخرى جديده. الالماني ما يهموش يخسر 6000 يخسر 10000 ما يهموش، باسكو هو استعملها 3 سنين فرح بها سي بون. راكم فاهمين خاوتي، بصح ما راهيش فيها البري. كيما هذه خاوتي الاعزاز، هذه افير وحاجه شابه وما شاء الله. وشوفوا الداخل نقيه باش تعرفوا باللي تسمى الالماني كيفاش يحاذر. باسكو علاش قلت لكم الماني؟ كاين دوكا بزاف يقول لك علاش الماني، علاش ماشي اجنبي؟ الاجنبي ما عندوش العقليه تاع يجي يخلي طوموبيل هنايا ويدي وحده جديده. الاجنبي يحب دائما يربح، يحب يشري طوموبيل ب 100 ويبيعها ب 200 بعد ما استعملها 10 سنين. مثلا يشري طوموبيل ب 100 مليون يستعملها 5 سنين ويبيعها ب 200 مليون. هكذا العربي يخمم، ولا العالم الثالثة أوسلندا الأجانب
قاعد يخمر هذا. بصح الانسان اللي زايد كابر في مجتمع شبعان يخمم واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يخممش هكذا. المهم صلوا على رسول الله حتى نلقى لكم حاجه شابه. صلوا على رسول الله. عدنا والعبد احمد وخوتي العزاز. برك بحبيت برك نحطكم في ليماج ولا نحطكم في لابلاك باش تعرفوا باللي كيما مولف نقول لكم. شوف مثلا الشركه هذه الشركه اسمها شنايدر. هذه الشركه شنايدر خاوتي شحال دوموندات دوكا من فوكس فاغن. شوف شحال دوموندات 3 واحد فورغو، 2 3 4 لي فورغو و4 لي كادي. لا 4 لي فورغو و3 كادي خاوتي. بصح هذه شنايدر مثلا كان عندها طنوبيلات مقبل شنايدر ثاني، كان عندها ثاني طنوبيلات كادي وفورغو. هذو كي يقدموا عندهم هما يقدموا ماشي لازم يضرب عندها 20 سنه، هما غير ما يضرب عندهم 3 سنين خاوتي الاعزاز يجيبوهم من لا ميزون هنايا يعطيهم لهم ويدوموندي ويجدد. فهمتوني خاوتي الاعزاز؟ هذه برك حبيت نشرحها لخاوتي، كاين بزاف اللي ما يفهموش هذا الامر، حبيت نفهمهم. صلوا على رسول الله. خاوتي الاعزاز عدنا والعبد احمد. حتى في بارك واحد اخر خاوتي جيت لبارك واحد اخر تبع فوكس فاغن، وهذه الشركه دايره هذه الشركه اللي قلت لكم شنايدر دايره ثاني خاوتي لا كوموند. هنا شوفوا شحال من طوموبيل دايره لا كوموند. صلوا على رسول الله باش تعرفوا بلي هما التجديد عندهم حاجه اسمها التجديد لازم يجدد. اي صلوا على رسول الله. خاوتي الاعزاز جينا لهذه عجبني الديزاين تاعها برك حبيت نوريها لخالتي برك. صلى الله على رسول الله. شحال شابة شوفي هذه خاوتي راهي فيها البري تاعها خاوتي دير 9890 قل من 200 مليون او دي ا راه كلشي بالمقلوب الكتيبة. وشنو 122 بي اس 2012 دير 9800 9900 قول 195 مليون 195 مليون خاوتي. شوف والله غير على بالي جديده خاوتي هاك تشوفوا هذه قل من 200 مليون. هذه تسمى تقدر تدخل في السيارات اقل من 200 مليون. الله يبارك شابه رود تاعها شابين نقايين نقيينها مسقمينها. شوفوا الداخل كيفاه. علاش كنت نقول لكم خاوتي الالمان يجيبوا طوموبيلاتهم يحطوهم هنايا ويدوا وحده جديده. كل واحد ربي واش رزقه كل قدير وقدره. المهم صلوا على رسول الله. هذه دير اقل من 200 مليون خاوتي لازال شكرا على المشاهده خاوتي اخواتي. صلوا على رسول الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه إذا كنت من المتابعين الجدد. فعل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلى الله على رسول الله. سلام.